دعت الولايات المتحدة الأمريكية المملكة العربية السعودية للتخلي عن المعاملة الخاصة والتفضيلية في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، مشيرة إلى أن البنك الدولي صنف المملكة العضو في مجموعة العشرين بلداً مرتفع الدخل. وفي بيان موجه إلى المراجعة الدورية التي تجريها منظمة التجارة العالمية للسياسات التجارية للمملكة، حثت واشنطن الرياض على تحسين حماية حقوق الملكية الفكرية، معبرة عن مخاوف إزاء خصوصية البيانات ومراجعات مزمعة لضريبة انتقائية على المشروبات. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلي من الرياض دكتور فواز العالمي، الخبير في شؤون التجارة الدولية. دكتور فواز، أهلا وسهلا بك. ما هي المعاملة الخاصة والتفضيلية اللي تتمتع بها الدول النامية في منظمة التجارة العالمية؟ مساء الخير لكم جميعا وجميع مشاهدي الشرق. في الواقع هذه عبارة عن صفة تحصل عليها الدولة النامية طبقا للمادة 6 من التصنيف في منظمة الأمم المتحدة، وهي أيضا صفة تسعى لها معظم الدول النامية للحصول على معاملة تفضيلية وخاصة، خاصة في مجال تنفيذ الاتفاقيات. نحن نعلم في 28 اتفاقية في المنظمة، فنطبق هذه الاتفاقيات ونلتزم بتطبيقها طبعا طبقا لفترات انتقالية. مثلا الدعم الزراعي المحلي، يتم تخفيض الدعم الزراعي المحلي في المملكة على مدى 10 سنوات من بدء الانضمام للمنظمة. هذه معاملة خاصة وتفضيلية تحظى بها الدول النامية. طيب دكتور، اليوم المطالبة بأنه تتخلى المملكة عن هذه الميزات التفضيلية منطلقة من أنه البنك الدولي صنفها دولة مرتفعة الدخل، هل هذا هو مقياس اللي تحدد على أساسه منظمة التجارة العالمية أحقية الدول للميزات التفاضلية؟ أبداً. طبعاً احتياجات التنمية الاقتصادية في الدول هي التي تحدد، وليس ثراء هذه الدولة وفقر الدولة الأخرى. الاحتياجات للتنمية الاقتصادية، نحن لازلنا نسعى للحصول على تنمية اقتصادية وتخفيف اعتمادنا على النفط كسلعة وحيدة للدخل. وهذه التنمية لها فيجن، لها رؤية. هذه الرؤية ستتم بإذنه تعالى وتحقق أهدافها في 2030، وهي تحقق أهدافها حاليا تباعا. ولكن المراحل الانتقالية من دولة نامية أو دولة أقل نموا إلى دولة متقدمة لا يصنفه البنك الدولي ولا منظمة التجارة العالمية، وإنما تصنفه الدولة. هذا حق سيادي لكل دولة تقوم بتصنيف نفسها. It's a self-proclaim. هي نعم. تقوم بتصنيف طبقا للتصنيف الوارد كما ذكرت في الأمم المتحدة. طيب دكتور، واشنطن تحث الرياض على تحسين حماية حقوق الملكية الفكرية، أعطيني فكرة أين يقع هذا الملف ضمن أولويات المملكة؟ نعم، الحقوق الملكية الفكرية يقع على أعلى المستويات في المملكة من ناحية الهدف في تحقيق ما نصب إليه. هنالك 7 اتفاقيات ملزمة، ابتداء من حقوق المؤلف إلى براءات الاختراع إلى غيرها من الاتفاقيات، وهنالك الأنظمة لهذه الاتفاقيات متواجدة في المملكة، وقد تأسست أيضا هيئة حقوق الملكية الفكرية، وهي تتبع أعلى رتبة في النظام السياسي في المملكة، تتبع لمجلس الوزراء، وتسعى جاهدة إلى تقليص الفجوة بين عدم وجود حقوق ملكية فكرية وتنفيذ هذه الاتفاقيات. طبعا لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها صفات أخرى، فهي تسعى إلى أن تضع بعض الدول التي تشعر بأنها لا تقوم بحماية حقوق الملكية الفكرية تضعها على قائمة المراقبة. هذا عبارة عن موضوع ثنائي بين المملكة وبين أمريكا، ولكن منظمة التجارة العالمية هي متعددة الأطراف وليست ثنائية الأطراف، فلا تستطيع دولة أن تلزم دولة أخرى بشيء خارج عن اتفاقيات المنظمة.
طيب دكتور، أيضا أتت المراجعة على ذكر ما سمته مراجعات مزمعة لضريبة انتقائية على المشروبات في المملكة العربية السعودية. هل هناك خطة لهذا الأمر؟ نحن طبعا نعرف بأنه كان في هناك ضرائب فرضت على المشروبات السكرية، وهذه كانت تحت عناوين صحية ضمن برنامج مع منظمة الصحة العالمية. هل هناك خطط لمثل هذه الضرائب الانتقائية على المشروبات كما تقول المراجعة؟ صحيح، في الواقع هنالك ضرائب انتقائية على بعض المواد والسلع. هذه الضريبة الانتقائية تتبع وتنفذ تعليمات منظمة التجارة العالمية المادة 20 والمادة 21 من المنظمة، من اتفاقية الجات التي تمنح الدولة الحق في أن تحجب دخول السلع إلى المملكة، إلى الأسواق، إذا كانت ضارة بالأمن، بالقيم، بالمجتمع، بالصحة والبيئة. طبعا هذه بعض هذه المشروبات هي ضارة بالصحة، التدخين ضار بالصحة وخلافه، ولذلك وضعت المملكة عليها ضرائب انتقالية وصلت إلى 100%. طيب دكتور، سؤالي الأخير، نتبع النظام العالمي. نعم. دكتور، نعم. سؤالي الأخير نتبع لك، النظام العالمي، هل هذه يعني الملاحظات التي وردت في هذه المراجعة هي ملاحظات تكررت في مراحل سابقة أم أن فيها شيئا جديدا، وبالتالي ما معنى هذا الأمر؟ لا أبدا، لا يوجد شيئا جديدا، ولكن طبعا طبقا لما تقوم به المملكة أو أي دولة أخرى أو حتى أمريكا، تطالب المنظمة التجارة العالمية، تطالب أمريكا بأن تفتح أسواقها ولا تضع التعرفة الجمركية التي أمرت برفعها على منتجات الصين، فخسرت الولايات المتحدة الأمريكية هذه القضية قبل أسبوعين في المنظمة، وستعيد النظر في التعرفة الجمركية التي تفرضها على سلع الحديد والألمنيوم الواردة من الصين. كل دولة لها الحق أن تقول ما تريده، لكن إذا كانت الدول تتبع النظام العالمي التجاري المعروف في منظمة التجارة العالمية، فإن المادة 20 والمادة 21 صريحة واضحة، تمنع أي سلعة من دخول البلد أو تضع عليها رسوخ سقوف جمركية مرتفعة إذا كانت ضارة بالصحة، البيئة، الأمن، القيم والمجتمع. نعم، دكتور فواز العالمي، الخبير في شؤون التجارة الدولية من الرياض، شكرا جزيلا لك.